اهلا 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 اهلا، ياه ليكوا وحشه والله، ده حقيقي من قلبي يعني. طيب خليني هنطلق من نفس الكلام اللي كنت بتكلم فيه مع زميلاتي على مساله انه خارجين من يعني كام يوم اجازه بتوع العيد، يا رب يكون الجميع قضى اجازه جيده، قولوا امين ان شاء الله. بواضح في نشاط ونشاط وطمأنة، يعني على سبيل المثال لما نيجي نشوف تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان في جزء كبير جدا فيها متعلق بالحماية الاجتماعية من جهة، وجزء آخر متعلق بالوضع الاقتصادي المصري وقدرة مصر مصحوبة أو متضمنة أداتين، لم ولن. لم ولن نتخلف عن سداد أي التزامات علينا. دي تصريحات مش بس شديدة الطمأنة، خلي بالك انت هنا بتسمع تصريحات لرئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، يعني كل حرف موزون بميزان الذهب. حلو الذهب ده، ميزان الألماس، سميها زي ما تسميها. المسألة انه لا يمكن تتصور انه رئيس الوزراء بيقول لك كلام لمجرد انه يطبطب على كتفك او يهديك، المساله ما فيهاش كده، المساله فيها حسابات شديده الدقه، الكلام زي ما هو موجه لحضرتك في الداخل موجه للعالم كله. احنا باذن الله سبحانه وتعالى لا كان عندنا ازمه في سداد اي التزامات ولا هيبقى في ازمه في سداد اي التزامات، ده على سبيل المثال للحصر. طيب وعلاقه ده بالحوار الوطني ايه؟ اقول لك لازم تشوف هنا الصورة بكاملها. هنا دي الحكومة، مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء وتصريحاته اللي هنتناولها واحدة واحدة. من ناحية أخرى الحوار الوطني هو حوار تشارك فيه الأحزاب والشخصيات العامة في أكتر من لجنة وأكتر من محور، في من ضمنها طبعا محور الحماية الاجتماعية، المحاور الاقتصادية، المحاور السياسية، محاور التعليم والبحث العلمي إلى آخره، ودون سقف. وتم تحديد الميعاد بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأربع الجاي. احنا هنا بنتكلم على المسارات المتوازية، حوار وطني مفتوح زائد التزامات واتجاهات وخطوات واضحة من الدولة. وزي ما برضو أشار الدكتور مصطفى مدبولي وبيتكلم على الطروحات، المش صحيح مسألة أن البرنامج بتاعنا متعثر على الإطلاق، بل بالعكس إحنا منتظرين أنه بالكتير في نهاية يونيو القادم تكون الطروحات بتاعتنا تقريبا وصلت لحوالي 2 مليار دولار أمريكي. إذن عندك تصريحات وخطوات شديدة الثقة والثبات من الحكومة، وعندك أيضا الحوار الوطني بميعاد واضح جدا بلا، وده هنا بكلمك هنا على التصريحات الخارجة من مجلس الأمناء، بلا سقف اجتماعات، علشان في النهاية يا جماعة احنا بنشتغل على ايه؟ على إرساء مش بقى القواعد، لا، بناء أعمدة الجمهورية الجديدة كيفما يجب أن تكون. حوار ما بين القوى والشخصيات السياسية وبعضها البعض، موالاة كانت ولا معارضة مش فارقة في حاجة على الإطلاق، وأيضا الدولة ممثلة في مجلس الوزراء على المسار الآخر، مسارات متوازية متسقة. تعال بعد إذن حضرتك ناخد مقتطف صوتي ونشوف دكتور مصطفى مدبولي قال إيه ونرجع نكمل الكلام. تفقدنا ثلاث مصانع كبار، الثلاث مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر ان هم طبعا مش فقط ان هم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا، ولكن ايضا جزء كبير جدا من انتاجهم بيبقى الغرض التصدير، وده في ضوء التوجه الكبير جدا اللي الحكومة حريص عليه واللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكدوا ان الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل واولويتها الاولى قطاعات الانتاجية زي الصناعة والزراعة. طيب واحنا كنا بنتابع دلوقتي هذا المقتطف الصوتي لدولة رئيس الوزراء، هرجعك تاني على المسارات المتوازية، او خليني هقولك انه الحوار الوطني لو خدت بالك تحديدا مجلس الامناء، مجلس الامناء مؤلف من مين؟ هو مؤلف من لو صح الكلام موالاة زائد معارضة. انا مش قولك بقى اغلبية واقلية، الكلام ده مش محله في الحوار الوطني، ده محله البرلمان، لأنه جوه الحوار الوطني الاتنين بالظبط نفس الأعداد، نفس الأنصبة، لهم نفس الصلاحيات، لهم نفس الحقوق، إلخ إلخ إلخ. طيب مجلس الأمناء في الحوار الوطني خلال العام المنصرم السنة اللي عدت منذ بدء
انطلاق الحوار الوطني بدعوة وتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى هذه اللحظة كم مرة خرج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بإجراءات حماية اجتماعية، كم مرة خرج بتوصيات متعلقة بإجراءات اقتصادية وسياسات اقتصادية معينة إلخ إلخ، أقدر أقول لك عشرات المرات أو عشرات التوصيات لو عاوز أتحرق الدقة. وبالمناسبة، وهل الحكومة خدت هذه التوصيات من الحوار الوطني وركنتها ولا بحثتها ودرستها وبدأت تشتغل عليها؟ الحقيقة إنها بالفعل التوصيات كانت بتوصل لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بيقعد يقرأ ويدرس ويتباحث ويعلق إلى آخره، واشتغلوا الاثنين مع بعض منذ اللحظة الأولى لانطلاق أولى جلسات أو اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني. دي مصر بمعنى أدق أو بمعنى أكثر وضوحا يا جماعة، مصر ما هياش ماشية بجناحين، لا، هي مصر ماشية مع بعضها، حوار وطني زائد الجهاز التنفيذي ممثلا في مجلس الوزراء. خليني هاخد برضو فاصل بعد إذنك في السريع كده ونرجع نكمل الكلام حول تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء. استنوني. نقف كلنا كمصريين وننظر إلى ما يحدث حولنا. ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها. وعايز هنا أقف وأحيي قواتنا المسلحة. هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش أي مصلحة ولا أي أهواء ولا أي انتماءات إلا للوطن. وأعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر أي أسماء بنشوف مدى إن نتيجة لأن قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها إنها تحفظ أمن هذه الدولة. الحمد لله مصر بتتجنب اضطرابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج احنا تبقى عندنا، واصعب بكتير في دولة فيها 100 مليون واكثر. اهلا بحضراتكم مرة تانية. انا عايزك بعد اذنك تبص معايا على تصريحات رئيس الوزراء، انها كانت مهمة جدا. هجيبها لك كده رؤوس اقلام. يعني على سبيل المثال، الدولة المصرية ده اتكلمنا فيه لم ولن، انا عجبتني الادتين، تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها. حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزام علينا، عشان الكلام اللي كان بيظهر لو تفتكر في شهر 9 و10 22، ومصر ومش هنعرف نسدد وهنعمل إيه، وأصل علينا قسط مش عارف إمتى في ديسمبر ولن نستطيع، وبتوع الإخوان طلعوا في القنوات بتاعتهم وعلى السوشيال ميديا بتاعتهم، وشوية عيال ما تساويش 3 مليم طلعوا يهجصوا ويهللوا، وللأسف ناس بتروح راكبة الموجة علشان تبقى جزء من الترند أو عشان يعمل نفسه فلوطة. طلع كلام فارغ. ماشي، الواقع بيقول لك انه كلام فارغ، مش يوسف اللي بيقول. هو في حد في الدنيا اشتكى ان احنا ما سددناش التزام واحد بعشرة صاغ بعشرة مليون ايا كان؟ طيب تعال نشوف الدولة قادرة على تسديد كافة التزاماتها، وهذه رسالة طمأنة للموقف، الموقف بشكل عام. برنامج حكومي جديد لدعم الصادرات بقيمة 30 مليار وله تفاصيله، 30 مليار جنيه. القطاعات الانتاجيه الزراعيه والصناعيه الشغل الشاغل للدوله المصريه. من اول يوليو المقبل هيبقى في منظومه كامله لدعم الصادرات مميكنه بالكامل، وبحد اقصى 3 شهور تبقى الاموال مسدده بالكامل للمصدر والمصنع. لم نرفع اسعار الخبز ولا توجد حكومات اخرى تتحمل مثل هذه الاعباء، وهذا واقع لا يقبل الشك أو التأويل. أقولك، قولي كده على حكومات كبريات الدول في الاتحاد الأوروبي. طب كبريات الدول في أوروبا بشكل عام عملت إيه فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لمواطنيها؟ وبص أنت عملت إيه مصر، جمهورية مصر العربية، في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. بخصوص القمح، عشان الكلام الكتير، احنا اليومين دول هو الموسم بتاع القمح.
رفع توريد أرداب بالقمح من 1250 الأرداب ل 1500. طيب الدولة هنا تتحمل قد إيه؟ 6.7 مليار جنيه. تيجي تصريحات رئيس الوزراء وتيجي التوصيات الطويلة خلال سنة مضت من جلسات مجلس أو اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم بدء الجلسات بإذن الله يوم الأربعاء، ده معناه إيه؟ خليني هسأل على هذا المعنى أو هذه الدلالة من كاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا 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 يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. إزاي الصح؟ كله تمام؟ الحمد كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. أجزت ولا ما لحقتش؟ أجزت ولا ما لحقتش يا أستاذ أكرم؟ لا والله يعني الحمد لله. خمسة كده يا دوب. أستاذ أكرم. اشتغل في العين. تابعت بالتأكيد مما لا شك فيه كل التصريحات بتاعة رئيس مجلس الوزراء بمنتهى الدقة كما جرت العادة، وبالطبع كلنا ننتظر بدء جلسات الحوار الوطني إن شاء الله يوم الأربع القادم. معنى دائي أو كيف رأيت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بالتوازي مع الإعلان عن بدء جلسات الحوار؟ هو الحقيقة يعني كل الكلام اللي انت قلته هو كلام حقيقي جدا ومهم انه الناس تعرفه، ربما يعني الحقيقة برضو في درجة كبيرة جدا من الوعي في مواقع التواصل او حتى لدى كثير من المصريين في هذه الفترة بيردوا وبيتفاعلوا كده. لكن الحقيقة انا عاوز اتوقف فعلا عن تصريح ان مصر لم ولن تخفق في سداد الديون، وانت اشرت لانه في شهر 9 اللي فات و10، لكن الحقيقه الاسبوع اللي فات كان في تقرير منسوب لاحدى المؤسسات يعني اللي مفترض انها كبيره، وطبعا بعض الناس عندنا او ناس معينه يعني بيعتبروا ان الخواجه ما بيكذبش، والتقرير كان كاذب جدا، وانه مصر عندها مشكله وهتتعثر. وللاسف الشديد مش بس للاسف انه المنصات المعاديه او غيره اللي بتاخد مثل هذه التقارير، لكن الحقيقه بعض الناس الذين لا يشك الواحد في عقولهم وفي قدرتهم على الفرز روجوا مثل هذه التقارير الحقيقه. فكان مهم جدا هذا الرد في هذا التوقيت من رئيس الوزراء، لانه مصر لم ولن تخفق. والحقيقه كمان انه دول كبيره جدا زي الولايات المتحده احنا عارفين ازاي تخطت الدين وازاي بيحاولوا يتخطوا المسموح به في السداد تريليونات يعني وكده. محدش بيقلل من قيمه الديون او غيره، لكن الحقيقه انه متوقف عن الديون ومصر وهتفلس واحنا مش عارف ايه. الحقيقه انه الرد ده كان مهم جدا زي ما انت اشرت بالظبط يعني، وده شيء احنا مش بنتكلم على اننا بنهون او نهون. اولا مصر عارفه التعامل مع الازمه العالميه، لكن ما فيش بلد الحقيقه يعني خلينا نعترف في بلد تحملت على مدى 10 سنوات كل هذه التحديات من ارهاب وتنظيمات ارهابيه الاكثر شراسه في العالم ومموله ومدعومه بمنصات، من ازمه كهرباء وطاقه، من ازمه مشكله المنتجات البتروليه واعاده توزيع الدعم وغيره، من ازمات زي الازمات الكورونا اللي هي سنتين ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه ثم كثير من التفاصيل. وطوال الوقت كان هناك محاولات للتشكيك. اي حد يحاول يقيم السياسات بالنجاح والفشل الحقيقه انه حتى في السياسه الخارجية الناس اللي كانت بتتساءل زي ما انت اشرت على القوات المسلحة والنوصل ليه احنا بنعمل سلاح ليه غيره، لان قوة الربع في منطقة ملتهبة وحولها براميل البارود من كل مكان، وده مش محتاج اي حد هيفرض الخريطة هيبقى عارف، ويبقى عارف اللي كان بيحصل في الغرب والخطوط الحمراء ثم اللي بيحصل في الشرق ثم اللي بيحصل في الارهاب ثم النهاردة اللي بيحصل في الجنوب. ومصر بتمتلك قدرة على التفاعل وعلى التعامل مع هذه الأزمات. نحن يعني لدينا جيش رشيد يحمي ولا يعتدي، ولديه قوة ردع حقيقية وفاعلة ومؤثرة في سير السياسات. وهذا التأثير الحقيقة تأثير ناتج عن الثقة الدولية والإقليمية في هذه الدولة المصرية القادرة على طرح مبادرات والقادرة على رؤية الملفات بشكل واضح ورفض التدخلات الخارجية. الكلام ده ما كانش يبقى لو مش وراه قوة بتحميه. مجرد احنا ما بنقول ضد التدخلات الخارجية بنعني ده بشكل واضح. فاحنا بنتكلم على موضوع سداد الديون، وان بعض الناس اللي بيعملوا بينشروا بعض التقارير اللي احنا بنسميها التقارير المغسولة، التقارير اللي بتصدر من اجهزه
او جهات معينه ثم تبدا تلف وترجع لبعض منصات السوشيال ميديا. فالحقيقه انه الهدف لمخاطبه ده مخاطبه الشعب المصري اولا الحقيقه، هذه الجهات او المعادين او غيره مش هيؤمنوا ومش هيقتنعوا لانهم هم كارهين للدوله ويتمنوا سقوطها وبيشمتوا في كل حاجه وبيشجعوا حتى يعني خصوم مصر، لكن الحقيقه انه ده مستهدف به الشعب المصري اللي هو هذه الدوله اللي صمدت صحيح في ارتفاعات اسعار، صحيح في ازمه عالميه طاحنه منعكسه في اوروبا وغيره، لكن الحقيقه انه اذا احنا بنتكلم على بنشكي من غلاء اسعار في وطن مستقر وفي وطن امن، النهارده في وقت كورونا لما الناس توقفت كانت بتحن للايام التقليديه العاديه، بالتاكيد الدول اللي فقدت نفسها او انويتها الصلبه مواطنيها النهارده بيحنوا الى انهم ممكن يبقى بيشتكي، ممكن يبقى عاوز ينظم حياته، ممكن يبقى عاوز يقارن بين انه يخرج او يقعد. النهارده بنقول بنوفر كذا عشان نخرج، لكن النهارده ما يبقاش في ارض ولا اقليم وفقد للامان وهروب جماعي او غيره. احنا طبعا اللي بيتقال ده يعني اعتقد القوات المسلحه، الدوله المصريه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الدوله اللي لما انت بتقيم نجاح او فشل سياساتها وانت قاعد امن منور النور وقاعد على الانترنت وعلى السوشيال ميديا تشرب قهوتك ومستقر وحاطط رجل على رجل، تتذكر ان ده كان بتضحيات ناس كتير بجهد حقيقي وخطط، ما كانش هاب هازارد، ما كانش حاجه عشوائيه، ما كانش حد ايه السياسات دي وايه الطرق وايه الصناعات وايه الزراعه. لا احنا بنتكلم على حاجه، ما بنقولش ان احنا عايشين في افضل حال، لكن اعتقد ان احنا عايشين في حال لو لم تكن هذه السياسات وهذه القوه وهذه المواجهه على مدى 10 سنوات، عندنا 10 مليون ضيف موجودين في مصر، الناس النهارده بتتناقش ندخل ولا ندخلش، لا احنا مصر طول عمرها سياستها بتستوعب وبتتحمل وبتقف مع الاشقاء وما عندناش عقد وما عندناش لا عنصريه ولا بنتعالى على حد، بالعكس احنا بنقدم ده بنقدمه بقوه الدوله المصريه، الدوله النهارده اللي بهذا الاقتصاد وبهذه الوجود قادره على انها تستوعب مزيد من الضيوف وتساندهم وبتبعت للاشقاء اللي هم عندهم بعض الناس ربما شايفين انه الجزء الظاهر في حمايه المصريين او الاخوه السودانيين او غيره، لا في جزء اخر بتقدم مساعدات وبتقدم مساعدات طبيه وبتقدم اكل وبتقدم حاجات كتيره ربما ما حدش بيعلن ده على اعتبار ان احنا بنقدم واجبنا. فاحنا بنتكلم على دوله وعلى شعب، كمان الشعب المصري اللي بيستحق التحيه على كل ده، دايما الرئيس بيشيل ده، احنا اللي تحملنا، الشعب المصري تحمل، القوات المسلحه هي ابنائه واخواته وابائه اللي هم واقفين دفعوا ثمن غالي، النهارده بنحتفل وفي حفلات في سينا وفي احتفالات وفي فطار جماعي وفي مائده وفي ناس بتفرح وناس بتغني وناس اهالي سينا اللي النهارده شايفين تنميه وشايفين مشروعات، كل ده بثمن لكن ثمن غالي، المصريين هم اللي دفعوه واختاروه في 30 يونيو. النهارده ال 10 سنين دول واحنا بنقيمهم لازم نقيمهم بشكل واضح ونتوقف عن استدعاء وتلقي وتناول التقارير المغسوله اللي بتحاول تشكك الناس في بعضيها او تعمل فتن او تحرضنا على دول عربيه او تحرض دول عربيه علينا. احنا واعيين جدا والشعب المصري ده بالفعل يستحق هذا الاستقرار ويستحقه، ونقدر نتحمل ونعدي هذه الازمه زي ما عدينا كورونا او غيره، والدوله من ناحيتها بتتوقف زي رئيس الوزراء ما قال اللي هو الخبز المدعم، وقف رفع اسعار الوقود، في علاوات، في معاشات، هنتحمل وهنعاني شويه لكن اعتقد انه معاناه النهارده غير معاناه ابائنا واجدادنا في السبعينات او غيره اللي تحملوا وتحملوا عشان هذه الدوله تستمر وعشان القوات المسلحه دي اللي بتساندنا في السلم والحرب وبتقوم بدورها، بتقوم بدور اقتصادي مهم جدا، تقدم خدمات. في تشكيك في هذا الامر؟ عشان يسقطوا هذه المؤسسه العظيمه، واحنا عارفين على مدى 10 سنوات بنشوف تقارير صاد الجيش، صاد مش عارف ايه، ده راحوا فين، كل دي محاولات تشكيك. لا، القوات المسلحه وضعها مختلف، جيش يحمي لا يحكم، جيش يحمي ويحمي الحدود ويحمي ايضا الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص مفتوح والدنيا مفتوحه، ولولا هذه القوات المسلحه وهذا الصمود الحقيقي في مواجهه هذا الارهاب اعتقد كان المصائر
مش محتاجه ان احنا نتكلم فيه. صحيح، انا بشكرك جدا يا استاذ اكرم، نورتنا وشرفتنا بالمكالمه كمجره العاده، وكل سنه وحضرتك طيب مره تانية. كل الشكر للكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. سادتي الكرام، بعد اذن حضراتكم ارجوكم انا هضرب لك مثل بسيط. هو زي ما قال استاذ اكرم، هو ليه انت دايما مصر انه الخواجه صادق ولا يكذب؟ طيب اذا كنت تريد ذلك، طب ما تبص على تصريحات كل بقى الجماعه الاجانب دول. يعني ليه انت بتنقي، او مش عارف اقولها لك ازاي، بس بيتزقلك تقرير بتاع مؤسسه مثلا او مؤسستين، ويبقى انت كده بس هم دول؟ طب يا سيدي ده طلع التقرير مثلا من 6 7 8 مؤسسات، ما تبص على الباقي اذا كنت انت بتحب تصدق الخواجه. ودي في حد ذاتها الحقيقه اكبر انتصار للخواجه، انه يخليك مصدق انه امين. هو مين قال لك انه امين؟ الخواجه ده اللي ياما احتلك وياما استعبدك وياما، كلنا في المنطقه دي بالكامل، كلنا في قارتنا بالكامل، الخواجه ده كان يقتل ويستعبد ويستحل وياخد كل مواردك ومش عاوز يعترف بحاجه، وسرق ونهب وما رجعش حاجه ومش هيرجع حاجه، وانت طول الوقت مصدق اللي هو بيروجه عن نفسه باعتباره دول العالم الحر، باعتباره الدول التي تحب الحريه والاخاء والمساواه والعداله، وهي دول شديده الدمويه ولديها تاريخ دامي ومحزن ومؤسف ومتردي يعني حاجه مؤلمه جدا. القرن ال 18 والقرن ال 19 وحتى منتصف القرن العشرين حاجه الحقيقه مسيئه الى ابعد الحدود لاي صوره انسانيه ممكن يتخيلها العقل البشري. طب هو بعد النص الثاني من القرن العشرين توقف الخواجه عن ذلك؟ لا، هو بس غير الاليات، غير الادوات. انا بسال حضرتك سؤال، امتى مصر تخلفت عن سداد التزام؟ واحد، كبر الالتزام او كان صغير؟ واحد، ما حصلش. طب هستأذنك نسمع مقتطف اخر لدولة رئيس الوزراء حول زيادة الصادرات، خلوني نشوف هذا المقتطف لانه مهم جدا. الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد هيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو ان هيبقى عندنا برنامج، وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية، هيبقى لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة، ويمكن حطينا أول عام منه العام 23-24 ما يقرب من أو 30 مليار جنيه دعم صادرات، على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها، واللي حضراتكم عارفين بالتأكيد مصر النهاردة وكل تركيزنا على ترشيد الإنفاق وإن إحنا إزاي نحافظ على انضباط الموازنة. ولكن كان التأكيد أن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي. طيب زي ما قلت لك، هذا المقتطف الحقيقة شديد الأهمية، لأنه هذا المقتطف يتحدث فيه دولة رئيس الوزراء عن الصادرات المصرية. بين قوسين يعني إيه؟ يعني الإنتاج المصري، عجلة الإنتاج المصري التي لا يجب أن تتوقف على الإطلاق. طيب إحنا عاوزين نشجع ده ونزقه لقدام وندعمه إلى آخر مدى، بحيث انه المنتج المصري يبقى قادر على التصنيع والتصدير. ايه هي الاليات اللي ممكن نفكر فيها بصوت عالي حتى ندعم المنتج المصري، الصادرات المصرية، آلية الانتاج المصرية؟ معانا على التليفون دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. اهلا بيك يا دكتور، وكل سنة وانت طيب. الحمد لله والشكر لله، ربنا يخليك يا رب يا دكتور. الصادرات الصادرات الصادرات، تحدث عنها ما دولة رئيس الوزراء، وأيضا كنا دايما لما نيجي نتناقش معاك يا دكتور تتكلم معانا على أن الصادرات هي الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وبالذات في حالتنا. طيب أنا بس قبل ما أروح إزاي نشجع الصادرات، أنا عاوز أقول لحضرتك هو أصلا يعني دولة رئيس الوزراء بتكلم عن إيه؟ ملف تشجيع الصادرات دوت ده نوع من انواع الدعم، يعني الدعم في الموازنه العامه المصريه 34 بس، طبعا منهم بنود يعني معظم الساده المشاهدين ما يسمعوش عنها اطلاقا، زي مثلا معاش الطفل، معاش المراه المعيله، عدد كبير جدا من البنود 34 دعم بتشملهم باب الدعم في الموازنه العامه المصريه. منهم دعم الصادرات، ودعم الصادرات ده مصر بتدفعه للمصدرين اللي بيصدروا سلع او خدمات
بالذات سلع يعني للخارج. طب مصر تدفع الدعم ده ليه؟ لو هو راجل مصدر المفروض الدعم ده يروح للناس الفقراء. ليه مصر بتدفعه اصلا دعم الصادرات دوت؟ مصر بتدفع دعم الصادرات ده علشان تحول الجنيهات اللي هي بتدفعها للمصدرين لدولارات. ازاي؟ دلوقتي لو نفترض مثلا ان عندنا مصدر مثلا بيصدر قمصان مثلا، القميص بتاعه ده اللي بيصدره مثلا ب 20 جنيه. مصر بتدي له مثلا 5 جنيه على القميص، فيبقى بيبيع القميص بتاعه في السوق ب 15 جنيه، ده يخلي ثمن القميص ارخص، فالمنتجين قصدي المستهلكين يشتروه اكتر. وبالتالي يبقى مصر دلوقتي لما الفلوس بقى بتاعت القمصان بترجع، يبقى مصر عملت ايه؟ حولت الجنيهات اللي دفعتها للمصدرين الى دولارات جات لها في شكل حصيله، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كل لما الصادرات بتتباع بشكل اكتر، كل لما المصنع اشتغل وشغل عمال اكتر، وبالتالي انا من ناحيه خدت دولار اللي هو اصلا في الاخر بتوجع عشان شراء الاغذيه وشراء المنتجات الاستهلاكيه اللي المفروض يعني تقل اسعارها مع وجود الدولار على المواطنين، لان زي ما حضرتك عارف دي كلها بتستورد بالدولار يعني جزء كبير جدا منها. والحاجه الثانيه ان انا حافظت على فرصه العمل مفتوحه وشغاله، وبالتالي بدل ما انا بدي للمواطن دعم يعني دعم مثلا زي سخافه وكرامه او دعم نقدي لانه هو مش قادر يعول نفسه، لا هو المواطن كده بقى قادر يعول نفسه، يعني انا ده بيحقق حاجتين. طيب الدعم الصادرات دوت لانه نوع من يعني نوع من انواع زي ما حضرتك ان هو بيدعم المصدرين، حصلت قبل كده عليه يعني 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 مشكلتين كبار جدا. المشكله الاولى انه احيانا عدد من المصدرين دول كان بيتلاعب فيه، في فتره من فترات كده حصل تلاعب واسع جدا فيه لدرجه انه اشيع اقوال بين في السوق يعني عن انه في ناس بتصدر طوب وبتاخد عليه بتصدر زلط يعني وبتاخد عليه دعم صادرات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مع فتره الاضطراب اللي كانت حصلت قبل كده بعد يناير يعني وبعد يناير 2011 وسوء احوال الدوله المصريه وقله مواردها، الحكومه اتاخرت بشكل كبير جدا في دفع مستحقات المصدرين بقى اللي هي ان هم اصلا يعني مصدرين جادين، وبالتالي المصدر بقى عنده فلوس عند الحكومه مش عارف ياخدها لانه الاوضاع سيئه للغايه، وفي نفس الوقت كمان في مصدرين بيستغلوا الدعم دوت وهم ما بيصدروش اصلا حاجه فعليا لكن بيجدوا الدعم بطرق غير مشروعه. الحكومه عملت حاجتين، اول حاجه عدلت شكل الدعم اللي بيروح للصادرات، قالت لك انا مش هدفع لاي حد يصدر دعم صادرات، انا هدفع على القيمه المضافه للمنتج. فمثلا انت دلوقتي لو قبل كده كنا بندفع على المنتج كامل، كنا بندفع على القميص كامل، فممكن حد يجيب القماش مثلا معمول مثلا من الهند ويحط فيه خيط ويقول لك انا هصدر القماش ده، يبقى كده خد على ثمن التوب كامل الصادرات كلها. فالحكومه قالت لا احنا من هنا وجاي عشان نشجع المنتجين الجادين او المصنعين الجادين، انا هضيف على القيمه، انا هحاسب دعم الصادرات ده على القيمه المضافه. فانت مثلا دلوقتي جبت طوب قماش مثلا ب 20 جنيه اضفت عليه قيمه مضافه ب 30 جنيه، بدل ما كنت هتاخد دعم الصادرات على 50 جنيه انت هتاخد دلوقتي على 30 جنيه اخليه وبكده انا بشجع اضافه القيمه واخلي المنتجين بتوعي يعني محفزين اكتر ان هم فعلا يفتحوا مجال اضافه القيمه وبالتالي يشغلوا عدد اكبر من المواطنين ويفتحوا فوق عدد فرص. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الحكومه عملت مبادره كبيره جدا علشان تدفع المستحقات المتاخره. طب انت دلوقتي عندك طبعا بقى في طابور كبير جدا من المصدرين عاوز الفلوس، وطبعا الحكومه لغايه وقت قريب جدا ميزانيتها ما تسمحلهاش انها تدفع. ففي يعني في تاخير كبير حصل، فالحكومه قالت لهم يا جماعه اللي عاوز ياخد فلوس النهارده بدل ما ياخدها في المستقبل يجي ياخدها بخصم يعني ارقام نسب يعني معتدله جدا يعني، فتعالوا خدوها النهارده، خدوا الفلوس دلوقتي وحالا. بدل ما المصدر كان هيستنى مثلا يعني 2026 و2027 و2028 عشان ياخد فلوسه، لا ده هيجي ياخدها دلوقتي حالا كلها كامله، ولما ياخد الفلوس دي كان هيروح لما اخدها كان هيروح مكانها ياخد فلوس مثلا من بنك فيرتفع عليه تكلفه ممارسه النشاط، فهو هياخدها النهارده هيروح اول حاجه يعملها ايه؟ مش هيحطها في البنك، ده هيروح يوسع بيها النشاط بتاعه طبعا. لما يوسع بيها النشاط بتاعه يبقى شغل عمال اكتر وهكذا، ويبقى المفروض دورنا على الانتاج والحصر. وانا بكلم حضرتك دلوقتي يعني جزء كبير بقينا تقريبا انا بس مش متذكر الرقم في المرحله السادسه او السابعه من موضوع الدفع المعجل لدعم الصادرات، وبالتالي عدد كبير جدا من المصدرين اخذوا فلوس. خد بال حضرتك المبادره دي كانت هتسمع بشكل كبير جدا لو ما كناش في الاوضاع اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، العالم كله في الاوضاع اللي هو موجود فيها، اوضاع اضطراب احوال الشحن وتغير سلاسل الانتاج والارتفاع ثمن الدولار بشكل مبالغ فيه في العالم كله، يعني مش بس قدام الجنيه المصري في العالم كله. طبعا هو عندنا كمان يعني اكتر لان احنا زي ما حضرتك عارف دوله ناميه فالضغوط عندنا اشد شويه، وبالتالي المفروض انه ده كان يسمع بشكل كبير جدا. ايه اللي مخلي الموضوع مش يعني مش باين دلوقتي؟ الازمه اللي احنا موجودين فيها، لكن في العادي المفروض كان الموضوع يعني بومنج كبير لانه دي ارقام ضخمه جدا من المصدرين اخذوها.
عظيم. يبقى الحكومه اعادت شكل اعادت هيكله شكل الدعم ده كله، سواء من حيث الزمن ومن حيث النوعيه، بحيث ان هو الدعم ده فعلا يخلق الحاجه اللي المفروض يخلقها، يشجع المصدر الكويس، وفي نفس الوقت يخلق فرص العمل اللي المفروض تتخلق علشان يبقى بيساعد من اكثر من ناحيه. هل وقت حضرتك يسمح لسه باستكمال ولا ارجوك قول لي؟ طيب تمام. ده بالنسبه لدعم الصادرات. الصادرات نفسها بقى، انا دلوقتي لما اكون عاوز يعني اقل الضغط اللي احنا موجودين فيه ده، الصادرات واحده من اهم سبل تقليل المشكله. زي ما حضرتك عارف مصر مستهدفه 100 مليار دولار صادرات في 2025. ال 100 مليار دولار دول هيجوا منين؟ يعني حضرتك خدت نفسك كده مكان وزير ورئيس الوزراء ولا رئيس عامل تكليف دلوقتي، تقول ان احنا يا جماعه في 2025 لازم عندنا 100 مليار دولار صادرات. رئيس الوزراء هو والوزراء المجموعه الاقتصاديه بتوعه قاعدين، هنجيب ال 100 مليار دولار من دول منين بقى؟ الناس الصادرات طبعا عاوز اقول لحضرتك ان هي المصدر الاول من مصادر الدخل الاجنبي. عندنا خمس مصادر لتدفقات النقد الاجنبي، اولهم الصادرات. الصادرات جت فتره من الفترات تراجعت لدرجه ان تحويلات المصريين للخارج عليت عليها، ركبت فوقها، بقت هي المصدر الاول. فتخيل حضرتك كده يعني الصناعه بتاعتنا او الصادرات بتاعتنا قلت، الصادرات الزراعيه قلت لدرجه ان تحويلات المصريين للخارج جت فوقها. فدلوقتي اللي حصل ايه؟ ان احنا عندنا ارتداد عكسيه، هجمه مرتده، الصادرات المصريه بتزيد بشكل كبير جدا. الناس اللي كانت بتتكلم على ان برنامج الرئيس مش بيعمل انتاج، وهو بس عمال يبني طرق وكلام من ده، عايز اقول لحضرتك ان الصادرات زايده في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا من 33 مليار دولار لاكثر من 50 مليار دولار السنه دي، 52 مليار دولار. ده تقريبا عندنا زياده بنسبه 60 ل 70% في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. طب دول جم منين؟ الحاجات بقى اللي اشتغلنا عليها قبل كده، المصانع الضخمه اللي اتعملت قبل كده، مصانع الرخام ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد وغيره. وحضرتك ان دي كمان حاجه حصلت، ان احنا عملنا احلال محل جزء كبير من الواردات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الصناعه المصريه عندها مشكله في ان هي يعني مش بتاخد المنتج كامل، بتصدر يعني مثلا عندنا مثلا منتجات زي منتجات الادوات المنزليه مثلا، او الادوات الكهربائيه، تلفزيونات، غسالات، ثلاجات. عندنا شركات رائده كبيره جدا، يعني اسمائهم مش خفيه على حد. الشركات دي جزء كبير من تكلفه المنتج بتاعها، او جزء منه يعني، جاي من الاستيراد من الخارج، يعني مثلا شوشه، مثلا صمويل، مثلا مش عارف ايه. فمصر قالت ان احنا عشان نزود قيمه الصادرات بتاعتنا ونقلل في نفس الوقت الواردات، نعمل حاجه اسمها المبادره القوميه للصناعات الصغيره والمتوسطه، اللي بتعملها اللي بتنفذها دلوقتي ابدا جايه علشان تعمل حلقه وصل كده ما بين صغار المصدرين وصغار المصنعين وما بين كبارهم. بين المصنعين الكبار نفسهم، بحيث ان هي تخلق ما بينهم تعاون يقدر يطلع منتج وسيط هم كانوا بيستخدموه مثلا قبل كده. بالظبط كده، هي المنتجات الوسيطه هي دي بس الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نشتغل عليه قوي. خلينا الاول اشكرك دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اللي بيقوله دكتور محمد شادي يا جماعه قبل ما هنروح للفاصل، انت النهارده مثلا بتعمل، افترضنا مكنه خياطه، جميل، حضرتك ما بتصنعش المسامير والصواميل والسيور، الحاجات دي بتروح انت طالب استيرادها، وبالمناسبه الحاجات دي ما فيهاش حدوته، يعني مش محتاجه مخترع يجي يخترع لك الصاموله من اول وجديد، او يقول لك ان مكونات الماتيريال بتاع الصاموله دي بنسبه كذا، هي موجوده، انت عارف هتتعمل ازاي. آن الأوان انه هذه المكونات الوسيطه الصغيره اللي بتساعد في إيجاد أو إنتاج منتج، شيء متكامل خاضع أو قابل للتصدير، أن الأول أنها تتعمل هنا. أنا ما ينفعش أستورد صواميل، ما ينفعش أستورد سيور، ما ينفعش أستورد مسامير، عيب، لأنها سهلة وبسيطة. أجيب لك من الآخر بس عشان تبقى عارف، بكل اللي احنا عايشينه ده، اللي عاوز يعمل فلوس اليومين دول يصنع ويصدر. ليه؟ استفيد من فرق سعر العملة. سايق عليك النبي، انت استفيد. خلاص؟ انت استفيد، انت كشخص، كمستثمر، كمصنع، كفرد، استفيد من فرق سعر العملة. بقول لك ايه، تعالى نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. We'll be right back.
بتحبوا انتوا تاخدوا تقارير الاجانب مش كده؟ بتنبسطوا من الجماعه الاجانب دول؟ حاضر عيني والله بتكلم بجد. النهارده او يعني عمليا نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حقيقي مشكورا تقرير عاجبني الى ابعد الحدود، بيتضمن ايه؟ هو تقرير معلوماتي جميل كده، انفوجراف عن سينا رجعت كامله لينا، وده جد مش هزار ولا فيها اي ذره هزار، رجعت كامله زي ما هي كان المفروض تبقى كامله لينا. الله يعني ايه؟ طيب تعال نشوف سينا كانت فين وبقت فين. كنت سألهم طيبين، طبعا عيد سينا كان يوم 25 ابريل. تعال نشوف كده مع بعض في السريع، وهوري لك ازاي المركز الاعلامي ادالك اللي حضرتك بجد يعني بتعتبر ان هم دول اللي بيجيبوا الديب من ديله وبيقولوا الكلام اللي لازم نصدقه الجماعه الاجانب. بص كده التغيير الايجابي اللي حصل في الرؤيه. انا هوري لك اللجنه الامريكيه للحريات الدينيه والدوليه، اجانب اهم، الامم المتحده اهي، الايكونومست اكبر مجله اقتصاديه في العالم كله. هم زمان كانوا بيقولوا ايه؟ استمر العنف القاتل في شمال سيناء من خلال استهداف المواطنين على اساس هويتهم الدينيه، وقد تم استهداف الاقباط على وجه التحديد في اكثر من حادثه عنف، وتلقوا تهديدات بشكل منتظم. ده كلام اللجنه الامريكيه. هم بقى بيقولوا ايه دلوقتي؟ بيقولوا انه نحن نشيد بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادرة لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لبرنامج التنمية برامج التنمية المختلفة في شمال سيناء. طب الأمم المتحدة المنظمة الأممية الأكبر تشيد بدور عمليات مكافحة الإرهاب اللي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الإرهابية في مصر، وزادت من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان في سيناء. ده كلام الأمم المتحدة، مش كلامنا احنا، مش كلام مصر، مع أنه أنصحك صدق كلام مصر، اشتري مني يعني. طيب تعال نشوف الايكونومست، وبالمناسبة الايكونومست ساعات كتير تقف قدامنا في وشنا يعني وتقول كلام جامد وشديد علينا ونقد شديد القسوة، وساعات كتير برضو بتقول زي ما انت شايف كده. هم زمان بيقولوا يشكل الارهاب التحدي الاكبر لملف الامن والتنمية في سيناء. الكلام اللي لما كنا بنقوله يا جماعة احنا لازم نخلص على الارهاب في سيناء، يطلع الاخوان وذيولهم واراجوزاتهم ويقول لك سيبك من الكلام ده، ده مش عارف ايه، دول بيتلككوا، وانت تصدق في بعض الاحوال، مش انت طيب جارك. بص الايكونومست نفسها بتقول ايه؟ استمرت مصر بوضع خطط واسعه لتنميه بنيتها التحتيه، وركزت على المشروعات القوميه في منطقه سيناء بشكل خاص، وتمكنت مصر من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، وده انعكس إيجابيا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابة لأعداد كبيرة من السياح. تعال نشوف اللي بعده، أنا مش عايز أطول عليك، أنا عاوز أدي لك بس إيه خلاصة القول، خلاصة الأمر، ومش عاوز أغبن الحقيقة كم المجهود اللي بذل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. جانس ريكوردز الأرقام القياسية كانوا بيقولوا إيه؟ بيقول لك تسجيل محطة بحر البقر، ده كلامهم هم، في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، حيث تقدم مصدر هام لمياه الري. واحنا اتكلمنا يمكن كتير على محطة بحر البقر. تعال هقول لك تحتها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة يو ان هابيتات بيقول ايه؟ بيقول ان خطة التنمية للرويسات تحديدا في شرم الشيخ واللي تم بالتعاون ما بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وقول لي انت كده تفتكر الأمم المتحدة هتتعامل الحكومة المصرية ليه الا لم يكن البرنامج 1 طموح، 2 ناجح، 3 ضامنين انه مستمر بنجاح. ف بيؤكد على نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء والقائم على مؤشرات رئيسية لأهداف التنمية المستدامة. هذا التحول يجذب المستثمرين والسائحين. هو في دولة بتيجي تستثمر في دولة تانية وهي مش ناجحة أو فاشلة أو متعسرة أو ملهاش مستقبل؟ طب قول لي أنت إزاي لما يبقى في عندك في مصر، ده على سبيل المثال، مصنعين لأكبر شركات واثنين من أفخر السيارات أو مصانع أو مصنعي السيارات في العالم وفي أوروبا من ألمانيا بيتصنعوا هنا، ده معناه إن الجماعة الألمان جايين يهرجوا؟
بلاش بقى الكلام ده. طيب تعال نشوف اي ان ار بيقولوا ايه. بيقولوا الاتي، بيقولوا مصر بتشتغل على تطوير سيناء حتى تصبح مكانا اكثر جاذبيه للعيش والعمل. خد بالك، للعيش والعمل يعني انتاج. الجهود اللي تمت خلال السنوات الاخيره في محطات التحليه والمعالجه زي محطه المحسمه على سبيل المثال، وهم اللي قايلين حصلت على جائزه افضل المشروعات العالميه سنه 2020. اوكسفورد للاعمال بيقولوا الاتي، اوكسفورد بيزنس بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان من 2014، ده هم اللي بيقولوا يعني من وقت تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور، خصوصا التي أسهمت في ربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات المصرية. طب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقول استجابة لأهداف الحكومة المصرية، الوكالة الأمريكية بتدعم، الوكالة التنمية الدولية بتدعم مشروعات التنمية في شمال سيناء من خلال مبادرات مختلفة للتنمية وتحسين الوصول في مختلف الخدمات. طيب تقرير التنمية البشرية الصادر على الأمم المتحدة UNDP يعتبر مشروع تنمية محور قناة السويس. ده إن لم يكن من أهم المشروعات فهو من أهمها، أهم قلعة صناعية بتعملها مصر، بيقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانيها ومناطق صناعية ولوجستية، وهو من أهم، ده كلام الأمم المتحدة، من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر من سنة 2014، بالإضافة للأنفاق التي تربط سيناء بباقي أقاليم الدولة المصرية. ما قالوش إن مصر بتعمل طرق وكباري بس وهي مهمة، قال لك ايه؟ المنطقة دي محور قناة السويس، أهم مشروع قومي بتعمله مصر. أنا هنا مش بكلمك على حياة كريمة لأنه ده أهم مشروع اجتماعي بتعمله مصر، أهم مشروع لتغيير البنية الاجتماعية المصرية وإزالة فوارق ما بين الطبقات وتضييق هذه الفوارق المهينة للأسف الشديد اللي عشنا فيها 40-45 سنة بالميت. طيب تعال نشوف صفحة 3 الناس بتقول ايه. مشروعات استثمارية وصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة، أكتر من 15 ضعف زيادة في إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء. كانوا من 13 أو سنة 13-14 كنا 4.8 مليار، وصلنا كام بقى؟ 22-23 ل73.3. طيب عندنا كم فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار في سيناء؟ 332 فرصة استثمار ضخم. عندي كم فرصة صناعية متاحة في سيناء ومدن القناة؟ 139 فرصة صناعية كبرى. أنا هرجعك برضو على المشروعات الصناعية والمجمعات، بس يعني أنا بس جاي لك كده إيه في السريع زي ما بيتقال. المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقى، عندي أكتر من 2 مليار جنيه قروض تم تقديمها في فبراير 2023 علشان الناس تعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويشتغلوا ويكبروا وينتجوا ويصدروا في يوم من الأيام. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عمل إيه تاني؟ عمل 50,000 مشروع أو بالأدق تم تمويلهم، حوالي 89,400 فرصة عمل تم توفيرها من خلال الجهاز. خبر 3 مراكز لخدمة المستثمرين عندنا في سيناء، التكلفة كانت 215 مليون جنيه لخدمة أكتر من 10,000 شركة، 10,500 تقريبا. إيه كمان؟ طيب تعال نشوف المشروع القومي للتنمية المجتمعية بيعمل إيه. في ناس بالمناسبة بتسألني بتقولي هو أنت ليه بتعرض ده؟ أنا بعرض ده عشان أنت لازم تبقى عارف. واحد، لأنه ده حقك كمواطن إنك تعرف. 2، ده واجبي إن أنا أقول لك إنه ده حقك إنك تعرف ولازم أعرفه لك. 3، لأنه مش مفترض إنك أنت تاخد المعلومة من ناس بجد بتكره البلد دي إلى حد والله لم أكن أتصوره أبدا. يعني أنا أحتقر الإخوان من يوم ما وعيت على الدنيا، ده بجد مش هزار. مسألة بالنسبة لي كانتش متعلقة بالعشرة 11 أو 12 سنة اللي فاتوا، أنا فعلا من يوم ما وعيت على الدنيا بحتقر هذا التنظيم. حلو؟ ده بجد. طيب لأسباب عدة، لكن أنا بقول لك
انا يوم بعد يوم بتزيد قناعتي انه فعلا هذا التنظيم كان لازم يتحرق عن بكرة ابيه. ده بجد والله العظيم بيكرهوا البلد دي كراهية. 862 مليون جنيه قروض راحت او تم تقديمها لحد فبراير 2023 من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية. 5744 مشروع تم تمويلهم ووفروا 44700 فرصة عمل. تعال على المجمع الصناعي في قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة. في مجمع الصناعات ده كان تكلفته حوالي 403 مليون جنيه. طب المجمع ده فيه كم وحدة؟ في 118 وحدة. ده معناه انه تكلفة الوحدة تقريبا 3 مليون و400. في ناس بتروح تشتري عربية بالسعر ده. انا راضي ذمتك تستهلك وتحط الفلوس دي في عربية ولا تعمل وحدة صناعية؟ انت كرجل هنقول مقتدر وميسور الحال وربنا يزيدك، تروح تدفع 3 و400 في عربية وما تروحش علشان تعمل مجمع صناعي يجيب لك فلوس؟ بلاش. تعال نروح على صفحة 4. في صفحة 4 تعال نشوف قناة السويس الجديدة. قناة السويس سنة 2015 يا مولانا كان العائد بتاعها أو إيرادها 5.2 مليار دولار. 22 قفلت 8 مليار دولار. النسبة بتاعت الزيادة قد ايه؟ 53.8%. وانا بقول لك بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا كبير، بس كمان ربنا قال اشتغلوا وبذلوا جهد. اخر 23 لو ما جابتش 9 مليار هتزيد عن 9، قول ان شاء الله. طيب في اغسطس 2015 تم افتتاح القناة الجديدة اللي الاخوان اتريقوا عليها. سبحان الله، القناة اللي الإخوان اتريقوا عليها رفعت العائد بهذا المعدل. انت شايف؟ من 5.2 مليار ل 8 مليار. يجي يقول لك ايه؟ اصل ممكن تكون اسعاركم زادت. هو لو انا اصلا بزود الاسعار فانا ناجح، ما يعني هو هيجي لي وانا بزود الاسعار ليه غير لو انا ناجح ومحتاج لي؟ 2، لا ده هو عدد السفن زاد. 3، ده عدد الحمولات زاد. 4، ده عدد الشركات اللي بتتعامل معايا اللي هي شركات بتاعه الشحن والنقل زاد. طيب تعال بص كده، من 3 لـ4 ساعات زمن انتظار السفن بدل من 6 لـ8 ساعات، يعني مدة الانتظار قلت النص. ده بيشجع الناس انها تجيلي، عندي اقبال اكتر ان الناس تجيلي. طيب 11 ساعة زمن العبور المباشر للسفن دون توقف بدل 22 ساعة في السابق. 97 سفينة تاتش وود، 97 سفينة يومي كان القدرة الاستيعابية لقناة السويس. طيب كان زمان 77 بس. 18 مليار دولار إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية في منطقة القناة. 100,000 فرصة عمل مباشرة وفرتها هذه المشروعات المنفذة بالمنطقة، عشان بيتكلم عن المشروعات القومية مغمي عينيه. يقول لك يا جماعة احنا نوقف بقى. وقف؟ وقف ايه؟ يا نهار أبيض. 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية بتشملها هذه المنطقة حتى تتحول هذه المنطقة إلى المركز الرئيسي لإفريقيا والشرق الأوسط. ده اللي بيحصل من 2014 يا مولانا. طيب 14 مطور صناعي تم إقامة شركات أو شراكات معاهم داخل المنطقة. 305 منشأة صناعية وخدمية عاملة بالمنطقة. أين الصناعة؟ لماذا لا تشجعون الصناعة؟ أمال اللي قدام سيادتك ده إيه؟ بنشجع إيه؟ تعال ناخد صفحة 5. طفرة غير مسبوقة في دعم أهالينا المصريين في سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز. ما أنا لازم أقدم له خدمات، مصري زي زيه وعانى ولاقى ووقف وجابه. يا خبر، بص كده، انت عارف انه في 2014 كان اخرنا هما 1015 كيلومتر، بقينا 3128 تقريبا، 3129 كيلومتر اطول خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة.
اللي تم تنفيذها. طيب عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي زاد قد ايه؟ من 24 محطة بقوا 77. طيب المنشآت اللي تم توصيل الغاز الطبيعي ليها كانوا 1056 منشأة، بقوا 4423 منشأة، زيادة 318%. محطات الغاز الزيادة بتاعتها 221% تقريبا. أطوال غاز أو خطوط الغاز الطبيعي اللي تم تنفيذها زيادة بنسبة 208%. يعني طيب عدد الوحدات السكنية اللي تم توصيل الغاز ليها كانوا 383 ألف وحدة وسبعة من عشر، بقوا كام؟ 625 ألف وحدة، الزيادة قد إيه؟ 63%. مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي زادت قد ايه؟ 70%، من 10 مراكز ل 17 مركز. تعال نشوف الغاز الطبيعي وابرز مشروعات انتاج الغاز الطبيعي. 15.6 مليار تكلفه المشروع، ده اللي هو حقل زهر الشهير. متوسط انتاج المشروع 2.5 مليار قدم مكعب غاز يومي. طيب تعال نشوف مشروع كده بقلمك على ظهر بس. طيب تعال نشوف تنمية غاز أتول، 855 مليار مليون دولار تكلفة المشروع. طيب بيديني قد ايه؟ بيديني 350 مليون قدم مكعب غاز يومي و10000 برميل متكثفات يومي انتاج وانتاج مستهدف اضافته باذن الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف استكمال لتنمية حقول شمال سيناء في مرحلتها الثالثة، التكلفة 87 مليون دولار. طيب باخد قد ايه؟ باخد 45 مليون قدم مكعب غاز يومي، طاقة انتاجية مستهدفة من هذا المكان العظيم. تعال نشوف صفحة 6 بتقول ايه بقى. توفير الطاقة لأهالينا في سيناء ومدن القناة من السويس للإسماعيلية لبورسعيد، 108.7% نسبة زيادة أعداد المشتركين في الغاز الطبيعي من 14 لحد 23، وصلنا ل 2.4 مليون. الله. طيب تعال نشوف كده استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء حتى الآن، 7.3 مليار جنيه استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء لحد دلوقتي. طب مشروعات الطاقة المتجددة اللي في سيناء ومدن القناة، 5 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية أبو غرائد وبرديس، 12 مليار لتكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 508 ميجا وات، 4.3 مليار قيمة عقد تنفيذ محطة الطاقة بتاعت الرياح بقدرة 250 ميجا وات. انت بتسأل بتقول يا جماعة فلوس بتاعتنا بيحصل فيها ايه؟ قدام حضرتك بيتعمل بيها ايه؟ ما بنجيبش بيها بومب العيد، بيتعمل بيها حاجات لحضرتك، ده بمنتهى البساطة يعني. طب محطة كهربة الشباب هتلاقيها 1500 ميجا وات، محطة كهربة العين السخنة 1300 ميجا وات، توسعة محطة شرم الشيخ 288 ميجا وات، وجنبك بالأخضر الأرقام 212 مليون دولار، 1.3 مليون دولار، 213 مليون دولار. طبعا حط الكسور أدي 6 و3 4 عد أنت. الله، 7. ايوه هتقول ايوه، مشروعات الطرق والانفاق والكباري العائمه اللي بتربط جزء من اغلى اجزاء جمهوريه مصر العربيه سيناء، 5000 كيلو متر طرق وانفاق تم تنفيذها ورفع كفائتها حتى نهايه 2022. طريق نفق طابه طوله لوحده 231 كيلو، محور 30 يونيو 210 كيلو، 7 كباري عائمة تم إنشائها على القناة بتكلفة تقريبا مليار جنيه. طيب 5 أنفاق تم إنشائها أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه. 2014 كانوا نفق واحد، 2023 6 أنفاق. صباح الفل يا جماعة، والله العظيم بجد صباح الفل. ده صباح الفل دي مش طريقة، ده بجد. مشروعات المواني البحرية والجفة، 8 مواني بحرية تم وجاري تطويرها زي مينة نويبع، التكلفة 475 مليون جنيه، مينة شرق بورسعيد 10 مليار جنيه مصري، مينة السخنة 45 مليار جنيه مصري.
ثلاث مواني برية تم إنشائها وتطويرها، طابة البري، رفح البري، العوجة البري، 200 مليون جنيه مصري. مشروع الخط الأول للقطر الكهرباء العين السخنة العالمين مرسى مطروح 675 كيلومتر 21 محطة. خط السكة الحديد الفردان وبير العبد والعريش ورفح 226 كيلومتر، وجري تنفيذ المرحلة الأولى منه من الفردان لحد بير العبد، دي لوحدها حوالي 100 كيلو، ووصلت شرق التفريعة 24 كيلو. هي مصر ما راحتش اشترت حلويات ولا خدت فلوس ولا جابت فلوس ولا انتجت ولا صرفت الفلوس على ان احنا يلا بينا نجيب شوية شاي وسكر وسكت الناس وفرحهم بأي كلام. ده كان زمان قديم، ايام اليغمة. صفحة ايوه 8 صح يا خبر، هو انا ما بقتش بشوف قوي كده. ماشي. تنمية عمرانية متكاملة لأهالينا في سينا ومدن القناة، ست مدن جديدة تم وجاري إنشائها وتطويرها. تعال نشوف أبرزها إيه. الإسماعيلية الجديدة 208 ألف فدان، سلام مصر في شرق بورسعيد 22 ألف فدان، بير العبد الجديدة 2.7 ألف فدان. مدن ده على سبيل المثال، احنا عندنا ستة ذكرنا لك ثلاثة. الإسكان الاجتماعي فين أهالينا اللي على قد الحال؟ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذهم بالفعل بتكلفة 23 مليار جنيه. 54 ألف وحدة و500 تم تنفيذهم لتطوير العشوائيات علشان سينا ومدن القناة تبقى خالية من العشوائيات غير الآمنة. طب ومية الشرب يا يوسف، دي حاجة مهمة جدا. أقول لك والله تعالى كده نشوف 45 مشروع مشروع لمياه الشرب تم تنفيذهم بطاقة 478 ألف متر مكعب يومي. طيب زيادة نسبة التغطية في شبكات الصرف الصحي، لو قلت لك الرقم بتاع زمان في 2014 هتعيط والله، بس ما يعرفش قيمة ده غير أهالينا المصريين في سيناء. التغطية كانت 17.3 أحلى 30 سنة، 30 سنة استقرار، 30 سنة عز، 30 سنة كنا نرفل في الحرير، وأهالينا في سيناء تغطية الصرف الصحي عندهم كانت 17%. سلم لي على 30 سنة. بس بقى 77% دلوقتي التغطية أو وإيه؟ وحرب مستمرة ضروس، حرب لو حد في العالم كانت كانت الأخضر واليابس منه. الأمريكان ما عرفوش يعملوا حاجة في أفغانستان، قال لك سلام عليكم باي باي ماليش فيه أنا كاتت. أنت لأ وقفت، انا بضرب لك بس مثل كده بنسبه مئويه من 17.3 ل 77.1. وفي حرب والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عداها. طيب 79 مشروع صرف صحي اتعملوا عشان اهالينا هناك. محطات تحليه ميه البحر كان عندنا 15 محطه بقوا 45 محطه. تعال اللي بعده صفحة 9. سلم حد بقول كلمة 30 سنة دي بيتحرق دمي بشكل، والله بتكلم بجد، لأن أنا بحس إن إحنا وإحنا ما كناش عايشين مع بعض ولا إيه؟ ولا بنضحك على بعض ولا يعني. ماشي. 103 ألف فدان في 2014، أنا هنا بكلمك على التنمية الزراعية، بقوا 285 ألف فدان في 2022. نسبة الزيادة قد إيه يا مؤمن؟ 176.7%. وكنت بتحارب، امال في اوقات الاستقرار ما عملناش كده ليه؟ تعال نشوف. 263 ألف فدان من الأراضي الجديدة تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس. 148 كيلومتر تم تأهيلها وتبطنها من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد. عارفين لو أنا شفت على تيك توك حد تاني هيقول لي أصل مصر ما بتعملش حاجة غير الطرق والكباري، هخش جوه تيك توك أديله بنية في وشه. أه والله بجد أخنفه. عارف لو أقدر
كل ده وما بنعملش غير طرق وكباري. وتاني هقول لك وهم مهمين بس كل ده البنية الأساسية، استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90,000 فدان في منطقة ربع وبير العبد والمخطط ليها منذ تسعينيات القرن الماضي وقت الاستقرار العظيم والرخاء اللي مفيش منه. وماله هلا نعمل التخطيط ونحط الورق كده في الدرج وكل سنة وانتم طيبين، المهم نقول للناس بس احنا خططنا. يعني لازم يبقى فيه حتة مزيكا وراك يقول لك تتتارارا. طيب تعالى بقى ايه مشروع تنمية سينا اللي بتصل مساحته الإجمالية لواحد واحد من عشرة مليون فدان، منها 285,000 فدان اتزرعت، 18 تجمع زراعي تم إنشائهم بإجمالي 2,122 مستفيد، أكتر من 8,000 حوض اتعملوا للاستزراع السمكي في منطقة من ضمن مشروعات هيئة قناة السويس، 8 قرى للصيادين، أيوة صح، 8 قرى للصيادين جاري العمل عليها وعلى إنشائها بتكلفة 3.5 مليار جنيه، 120 مليون جنيه تكلفة تنمية بحيرة البردويل، بالمناسبة الموسم اتفتح، كل سنة وأنتم طيبين. خلي أهالينا يشتغلوا ويفرحوا، خلي أهالينا ياكلوا لقمة عيش، خلي أهالينا ينبسطوا، خلي أهالينا ياكلوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم بجد. أنا نفسي أعرف بحيرة البردويل دي إحنا أهملناها زمان ليه؟ ولا غيرها من البحيرات المصرية اللي ما اتلمستش من تقريبا من إمتى؟ يجي من 1910. أنا بكلمك بجد، يعني دور ورايا، تقريبا من 1910 ما اتلمستش البحيرات المصرية، متسابة كده. 72 مليون جنيه تكلفة تطوير ميناء الصيد البحري، أنا أقول لكم إيه ولا إيه؟ طب صفحة 10 حاضر. زملائي بيقول يلا بسرعة، حاضر حقكم. معاكم 100%. طيب الحماية الاجتماعية ودعم السلع التنموية التموينية لأهالينا في سيناء ومدن القناة، كانوا 101,000 مستفيد بقوا 121,500 مستفيد، تقريبا حوالي 20,000 مستفيد زيادة. قد ايه النسبة؟ تقريبا 20%. نسبة زيادة التكلفة لبرامج الدعم النقدي اللي هو الضمان الاجتماعي والتكفل والكرامة كانت صفر تقريبا، يعني عشان يعني الحق هي 0.24 مليار، بقينا 2 مليار. يعني الزيادة المئوية قد إيه؟ 733.3%. دي الفروق ما بين دولة بجد، ما بين حاكم وطني بجد، ما بين حاكم لامس فعلا المشاكل اللي بيعانيها شعبه ويحاول طول، مش بيحاول، هو بيشتغل بكل ما أوتي من قوة على تذليل كل هذه العقبات، على إزالة كل هذه المشكلات. يا جماعة 733%، لأنه ما كانش في حاجة بتتعمل. طيب تعال نشوف نسبة زيادة عدد المستحقين في المعاشات على سبيل المثال، زايدة بنسبة 27.6%. في 31,000 بطاقة خدمات متكاملة، ده غير بقى المكاتب بقى 21 مكتب. دعم السلع التموينية 2.1 مليون مواطن يحصل على هذا الدعم من البطاقات التموينية. عندنا المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن من أهالينا في سيناء. مراكز التموين الرقمي 26 مركز، صفحة 11. يلا بينا. منظومة صحية متكاملة لأهالينا في سيناء مدن القناة، وأظن دي لوحدها بقى إيه، دي احنا اتكلمنا عنها كتير قوي يعني، وأحب أتكلم عنها تاني. بص يا سيدي، مجمع السويس الطبي أضخم مجمع في شمال سيناء، 50 مستشفى و154 مركز ووحدة صحية تم إنشائهم بالفعل. طيب 750,000 مواطن، يعني يقول 756,000 مواطن تقريبا تم إجراء الكشف عليهم من خلال القوافل الطبية. إطلاق المنظومة في بورسعيد، طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان أول حاجة عملناها في بورسعيد، وده كان البروتوتايب بتاعنا أو النموذج الأولي بتاعنا اللي سرنا بعد كده على نهجه. 24 مليار و200 مليون تكلفة تطبيق المنظومة في الأربع محافظات. الله، شوف بقى بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس.
2.4 مليون مواطن سجل في المنظومة، 80% من المستهدف تسجيلهم. 35 مستشفى و 141 مركز ووحدة صحية بتشملها المنظومة في الأربع محافظات. 2 مليون مواطن تم فحصهم يا سادة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها حتى مارس 23 في الأربع محافظات. علاج على نفقة الدولة علشان المشككين، يعني 11 ضعف زيادة في حجم العلاج، من 23 ألف مواطن ل 275 ألف مواطن. ربنا يا رب يتم شفاء ومعافاة الجميع. تعال نشوف السيدات في سيناء، حوالي 660 أو 663 ألف سيدة تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وده منذ إطلاقها وحتى مارس 23. 162 ألف مواطن تقريبا تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. 49 ألف عملية و300 تم إجراؤهم ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى مارس 2023. صفحة 12، المنظومة التعليمية الجديدة والمتكاملة لأهالينا في سيناء ومدن القناة. نسبة عدد المدارس اللي زادت من 2013-14 وحتى 2022-23 20% زيادة في عدد المدارس. كانوا 2530 مدرسة بقوا 3041 مدرسة. طب وأعداد الفصول زادت ولا ما زادتش؟ أيوة يا فندم، زادت تقريبا 4000 فصل. طيب تعالى كده نشوف أعداد المقيدين في المدارس، كانوا 669 ألف بقوا 934 ألف. عندي 7 مدارس يابانية تم إنشائها لأول مرة في سيناء ومدن القناة، 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية تم إنشائها هناك، 138 مدرسة ثانوية تم تمديد كابلات الفايبر أوبتكس أو الكابلات الضوئية بتاعتها لهذه المدارس، 138 مدرسة ثانوي، 115700 جهاز تابلت تم توزيعهم على أهالينا في سيناء ومدن القناة، 4 جامعات أهلية تم إنشائها وبدء الدراسة بيها لأول مرة في سيناء ومدن القناة، 570 مليون جنيه تكلفة هذه الجامعات التكنولوجية في مدينة السلام تحديدا في شرق بورسعيد، جامعة تكنولوجية بس ب 570 مليون. عدد الكليات في الجامعات الحكومية برضو زاد، عشان محدش يقول لك ايه ده في اهتمام بالجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، لا تعالى بص كده على عدد الكليات في الجامعات الحكومية، كانت 27 كلية بقوا 59 كلية. عندما نتحدث على لماذا لا تستثمر الدولة في التعليم اهو، لماذا لا تستثمر الدولة في الصحة اهو، لماذا لا تستثمر الدولة في الصناعة اهو، ده بمنتهى البساطة بقول لك ايه، فاصل تكون فكرت في الكلمتين ونرجع نكمل الكلام. اهلا اهلا اهلا، واخيرا جلسات الحوار الوطني يوم الاربعاء، حد 2-3 اليوم الرابع، الأربعاء تنطلق الجلسات بعد سنة من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني. خلونا نرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو، منورنا دكتور هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، منورنا دكتور. أهلا بيك. إيه الأحوال؟ كله تمام. كله تمام؟ كله تمام. أخيرا هنبدأ الجلسات؟ أخيرا. طيب إحنا وإحنا بنتكلم على جلسات الحوار الوطني أو الحوار الوطني بشكل عام، أنا حتى كنت بقول في المقدمة لازم نبقى مستوعبين جدا إن إحنا بنتكلم على حوار وطني ما بين الأحزاب، سواء إذا كانت معارضة أو موالاة، حركة مدنية، ديمقراطية، سميها زي ما تسميها، الكل يجلس على نفس الطاولة، ما هياش أغلبية وأقلية، لأنه أغلبيات وأقليات دي محلها في البرلمان مش في جلسات الحوار الوطني. لكن خليني هحاول أفهم إلى أي مدى تستشعر توافقا في ولو بعض الرؤى ما بين الأغلبية والمعارضة؟ هو بداية الحوار الوطني نقدر نعتبره حالة من حالات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة،
وانا بعتبره من الاشياء المهمه وشديده الاستراتيجيه اللي حصلت في الفتره الاخيره، وبعتبره بدايه تنميه سياسيه زي اي حاجه في مصر بتحصل فيها تنميه. مصر في مع بدايه نهايه عصر الظلام والاخوان وبدايه جمهوريه جديده، وكانت بترمم دوله كان اوضاعها مش احسن حاجه طبعا بعد فترات طويله من الاضطراب. قطعت فتره كبيره في محاربه الارهاب، قطعت فتره كبيره في بناء التنميه وبناء الدوله. وكان كل الناس بتتساءل امتى اوان بقى شكل التنميه السياسيه. لما اطلق السيد الرئيس الحوار الوطني في افطار الاسر المصريه في رمضان قبل الماضي، كانت إشارة كبيرة جدا لكل السياسيين في مصر، وكان يعتبر دي قبلة حياة للسياسة في مصر. وقبلها على الحقيقة كان سبقها خطوات كتيرة بتقول إن الدولة ليها رؤية كاملة لشكل دولة معاصرة بيتحقق فيها إنجازات في كل مكان. كان الكلام ده محتاج يتوج بقى في الجزء السياسي. سبقه حاجات كتيرة جدا زي مثلا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت استراتيجية شاملة وبتقول إن الدولة بتتحرك في الملفات دي برؤية، مش ردود أفعال زي ما بيتخيل البعض في حالة الحوار الوطني. لا، هي في تصور مرسوم للدولة المصرية ماشي بخطوات وبناء، وده يطمن. يعني أنت ماشي بخطوات ثابتة وبتقطعها بالتدريج. الاستراتيجية بتاعت حقوق الإنسان كانت استراتيجية شاملة، سواء في الجزء المدني أو في الجزء المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، أو في الجزء الاجتماعي أو في جزء الهوية والوعي. بعد كده خطوة تانية خدها سيادة الرئيس فيما يتعلق بقضية إلغاء حالة الطوارئ اللي كانت موجودة، العمل بقانون الطوارئ. بعد كده فوجئنا إن أنت بالنسبة لك في إطلاق سراح يعني عشرات ومئات المسجونين اللي أنت ما تقدرش تقول إن هم المحبوسين الاحتياطيين دول كانوا ممسوكين غلط. دول اساسا يعني مسكوا في ظروف معينه وتم محاكمتهم بصوره طبيعيه امام قاضي طبيعي. صحيح. ولكن الدوله كانت شايفه ان هو بالنسبه له ممكن يكون دول اتمسكوا في ظروف كانت الدوله بتمر بيها بحاله استثنائيه، في جهل بالقانون، جهل بامور معينه، فبدات حملات العفو الرئاسي. استكملت المنظومة دي في عملية الإصلاح السياسي المتدرج المدروس بإطلاق حالة الحوار الوطني. حالة الحوار الوطني دي حالة مهمة جدا. احنا قبل كده في سنوات كنا بنتكلم عن حوار وطني ولكن كان في ملفات جزئية ليه شكل معين، انما لأول مرة في الدولة المصرية انت فاتح كل الملفات مطروحة. والرئيس نفسه سيادته وعد ان هو هيتابع الحوار، مفيش خطوط حمراء ان هو اطلق الحوار. الحاجه الوحيده ان انت لابد ان تكون وطني، تؤمن بالدوله المدنيه الحديثه، تؤمن بالدوله الوطنيه، تنتمي لتراب هذا الوطن، تحافظ على مؤسساته، تؤمن بجيشه، تفضل قول رايك. والحوار فتح المجال بصوره منظمه ومرتبه عبر ان هو بالنسبه له شكل لجنه. اللجنة دي فيها كل الأطياف السياسية، سواء كانت موالاة، سواء كانت معارضة، سواء كانت متخصصين في ملفات، كان فيها شباب ممثلة تمثيل جيد حصل عليه توافق في هذا التمثيل. وكان منظم جدا وخد وقته، أنا بعتبره أنه هو طول كمان في عملية التجهيز. قسم دولاب السياسة في مصر لأقسام ثلاثة: سياسي، اقتصادي، اجتماعي. وفي كل ملف عندنا مثلا في الملف السياسي 5 ملفات، في الملف الاقتصادي 8 ملفات، في الملف الاجتماعي 6 ملفات، وكل ملف تحتيه أمور فرعية. الحالة دي عملت زي ما تقول ترتيب لدولاب السياسة في مصر، وفاتح لآلاف المقترحات اللي هي كانت موجودة. كل اللي عنده رأي عايز يقوله الكلام ده بيتدرس وبيقيم. فلما نشوف حالة الحوار دي، التوافق على ايه؟ التوافق على الوطن، التوافق على الحوار، التوافق على النضج السياسي، التوافق على ان احنا بالنسبه لنا نهايه عصر الشعارات الجوفاء اللي بترفع، او الصراع السياسي اللي ملوش مبرر، او الانتهازيه السياسيه. احنا امام حقيقه دلوقتي ان هم قياده، في ناس لحد دلوقتي مش متخيله اللي بيحصل، ان القياده المصريه فتحت المجال ان اي حد عايز يقول
المجال العام اتفتح على الحقيقة. الأحزاب بدأت تحس إن هي بالنسبة لها حصل نوع من أنواع النشاط الحزبي. إن هو في الأول كان الأحزاب بتصحى مش عارفة هتعمل إيه بالنسبة لهم بعد نهاية الانتخابات. أصبح أمامك هومورك كبير أنت بتعمله، هي إيه الملفات الحقيقية اللي إحنا المفروض نتكلم فيه؟ هو إحنا المفروض نتكلم في السياسة إزاي؟ مطالب إنك يكون عندك كوادر تمسك الملفات دي، 123 نقطة دول أنت هتتكلم فيهم إزاي؟ من حقك بقى هنا في القصه اللي هنا بدا يقول لك انت قول لنا انت ايه رايك، انت محدش بيتكلم، عايزين نسمع عايزين نسمع. طب انا عايز اسالك يا دكتور هشام، احنا معانا على التليفون دكتور سمير محمد عبد الوهاب مقرر لجنه المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. اهلا بيك يا دكتور سمير. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه يا فندم؟ اهلا وسهلا. احنا معانا داخل الاستوديو دكتور هشام مصطفى رئيس حزب الاصلاح والنهضه، وكنا بنتكلم على ان شاء الله بدء الجلسات الفعليه للحوار الوطني ان شاء الله يوم الاربع، وكنا بنتكلم على اللجان المختلفه وانه سوف تعرض كافه الاراء. لو احنا جينا نتكلم على لجنه المحليات، هل هتبدا ايضا جلساتها بدءا من يوم الاربعاء القادم، او انه اللجنه سوف ترجئ مناقشاتها وجلساتها للأسبوع اللي بعده، أو إذا كانت ترجئه إلى ميعاد آخر؟ هو طبعا أعتقد كل اللجان هتبدأ في وقت واحد يعني، لكن هو يمكن اليوم الأربعاء على ما أعتقد أنها تبقى عبارة عن جلسة عامة، يعني جلسة افتتاحية عامة ممكن يحضرها كل المقررين والمقررين المساعدين، وممكن يبقى المدعوين للمشاركة في اجتماعات لجان الحوار الوطني يعني. ولكن بالتأكيد الاجتماعات الفعلية للجان ممكن تبدأ الأسبوع اللي بعديه يعني ويوم الأربعاء هيبقى الجلسة الافتتاحية، ممكن هتبقى من بداية يوم الأحد زي ما عرفت يعني. طب دكتور سمير، على أساس إن هيبقى يوم مخصص للمحور السياسي، والأحد وممكن الثلاث للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور الاجتماعي والمجتمعي. طب احنا يمكن اللي وصل لنا انه في حوالي عشرات الالاف من الافكار والمقترحات واوراق العمل اللي بالفعل راحت لمجلس الامناء لقراءتها وبحثها وما الى ذلك، ومن ثم توزع او تذهب الى اللجان المعنيه بهذا الموضوع. ابرز الملفات اللي واصله للجنه المحليات ايه؟ هو طبعا يمكن من بداية دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني وكان فيه مقترحات وصلت للأمانة الفنية للحوار الوطني من جهات مختلفة ومن يعني خبراء ومواطنين عاديين، والأمانة الفنية للحوار الوطني قامت بتصنيف هذه المقترحات والقضايا ووزعتها في البداية يعني من فترة طويلة على اللجان. ولكن بالتأكيد في الفترة الأخيرة دي الأحزاب السياسية والقوى المختلفة وبرضو اللي هم عندهم مقترحات أكيد بعتوا مقترحات أخرى، وأكيد برضو الأمانة الفنية بتقوم بنفس العمل اللي قامت به، وبمجرد بداية الاجتماعات أو ربما في خلال الأسبوع ده توزع أيضا على اللجان بحيث أنها تبقى تحت نظر اللجان أيضا، وأن ممكن يتم الاستفادة منها بالإضافة للمناقشات اللي هتتم في الاجتماعات دي. وبرضو أكيد اللي هم قدموا مقترحات هيحضروا أو معظمهم على الأقل هيحضر الاجتماعات دي، فممكن في نفس الوقت يعرض اللي هو كان مقترحاته إيه بإذن الله. أشكرك جدا دكتور سمير، كل الشكر دكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. عودة أخرى لدكتور هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وكنا بنتكلم على مسألة الأولويات في اللجان المختلفة، ويمكن حتى عشان بنتكلم يمكن دلوقتي مع دكتور سمير على لجنة المحليات، الكل في مصر يتحدث هل هتحصل انتخابات المحليات قريب؟ طب يا ترى هل ترى هل ودي هتبقى حتى برلمانية جدا؟ هل البرلمان هيبدأ يشتغل على القانون المتعلق بانتخابات المحليات وما إلى ذلك؟ المحليات دي عصب هذه الدولة. هستأذن حضرتك نناقش النقطة دي تحديدا ولكن بعد الفاصل. خلونا
خلونا نجدد الترحيب وبشدة بدكتور هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة. وكنا بنتكلم على أنه في هناك زي ما حضرتك ذكرت تقريبا حوالي 19 لجنة بأكثر من 123 موضوع وملف رئيسي. ويمكن عشان احنا كنا بنتكلم مع الدكتور سمير فقفز بالتأكيد لذهني موضوع ملف المحليات. كحزب بقى الإصلاح والنهضة بتشوفوا ملف المحليات من أي زاوية وأولوياته إيه؟ لا طبعا ملف أي حد بيتكلم على تنمية سياسية هو لازم المحضن الأساسي أو التصور الأساسي لممارسة السياسة بشكل صحيح هو بيبدأ من المحليات اللي هي فيها بيحصل تدريب للكوادر، سواء أن أنت بالنسبة لك اللي هتنتقل للبرلمان أو الناس اللي بتشتغل في الخدمات في الواقع بتحتك بالجماهير، ان معظم المشاكل اللي بيقابلها الشعب المصري هي احتكاكات مع الادارات المحليه. صحيح. وهو ده اللي ما يعرفش الحكومه الا من خلال الادارات المحليه. فوجود يعني نظام رقابي او وجود كوادر محليه عارفه تتعامل مع الخدمات وعارفه تتعامل مع المؤسسات ده شديد الاهميه. الحاجه الثانيه اللي احنا شايفينها ان تاخر كتير جدا، يعني ان احنا كان المفروض المحليات دي تبدا من زمان عشان تعرف تحصل على برلمان جيد بيمارس التشريع بشكل صحيح، لان لو في مجالس محليه الخدمات والاشياء المطالبه بها الدوله من خلال الادارات المحليه كانت هتتحل في المحليات. من زمان احنا بنطالب باللامركزيه، لان انت بالنسبه لك الدوله المركزيه عليها اعباء كثيره جدا فيما يتعلق بملف الدفاع، ملف الامن، الملف الخارجي، فانت بالنسبه لك في مساحات ممكن التحرك فيها على مستوى كل محافظة. لو كل محافظة طبقنا اللامركزية بشكل جيد وبقى في مساحات للاستثمار في المحليات هنحل كثير من مشاكل المحليات. في مشاكل في المحليات تتعلق بالتقسيم الإداري للدولة وشكل الأقاليم اللي هي تستطيع ان هي تكون كاملة وشاملة وتستطيع ان هي بنفسها تعتمد على نفسها. فتصور المحليات ده تصور لشكل دولة، تصور لشكل ممارسة سياسية، تصور لشكل خدمات، وهي موجودة في الدستور، وكان المفروض من 10 سنين يكون عندنا انتخابات محلية نفرز بيها الكوادر اللي تستطيع تتعامل مع هذه الملفات. فاحنا شايفين ان احنا بالنسبة لنا كحزب من الامور المرتكزات الخمسة الاساسية في الحزب هي المحليات. يعني انت مثلا لو شفت في فرنسا اساس الشغل مدرسة الادارة في فرنسا واساس الشغل اصلا هو المحليات. طبعا بتخرج الكادر السياسي من المحليات، ان هو بالنسبه له بيبقى قائد طبيعي موجود في منطقته محتك بالجماهير، حلقه الوصل ما بينها وبين الحكومه، حلقه الوصل ما بينها وبين البرلمان. معظم القاده المحلي اللي موجودين في المحليات لهم ارتباط بالاعضاء في البرلمان، فبيشكل هرم سياسي جيد. فانا شايف ان هو موضوع المحليات لازم يعني يناقش وبشكل سريع القانون بتاعه ان هو يطبق وان هو يذلله العقبات اللي هي مرتبطه بمشاكل الانتخابات. لان هو المحليات مش بتطبق ليه؟ لان انت عندك 55,000 كادر لازم ان هو بالنسبه له هيدخلوا انتخابات. فطبعا معقده جدا وعلى مستوى المحافظات كلها في وقت واحد ونوعيه الاشراف، فهي محتاجه تفكير خارج الصندوق، ازاي هنعمل الانتخابات المحليه في ظل العدد دي وفي اني ظروف وباني طريقه، لان انت برضو يعني انت تقدر تامن البرلمان. لما انت عارف ان احنا في معركه كبرى مع ارهاب وجماعه ارهابيه واوضاع معينه، لازم نفكر كويس في القانون في اقرار قضيه اللامركزيه ونشوف طريقه تتعامل بيها الانتخابات، وبحيث ان احنا نحقق الاثنين، الجزء الامني اللي احنا خايفين منه وفي نفس الوقت تقام المحليه. اظن كمان ان احنا محتاجين انه نسال، هل الاحزاب بصرف النظر عن انتماءاتها هل هي جاهزه بهذه الاعداد من الكوادر؟ اصل ده معناه ان كل حزب عايز له بالميت كده 27,000 كادر تقريبا اللي هم نص عدد المقاعد او الكوادر اللي مطلوبه. فهفترض ان كل حزب لازم يكون جاهز عنده تقريبا 27,000 كادر قادر على ممارسه هذا العمل المضني والصعب وشديد الدقه، ده احتكاك مع المواطن. صح. ومشاكله. هو في نقطه مهمه، احنا من تجربه الحوار الوطني على الحقيقه، انت الحوار الوطني نفسه نظم الحياه السياسيه. هو كان مين حزب في مصر لما تيجي تساله تقول له تعالى ناقشك في حجم ال 19 هو عارف ان في 19 اصلا؟ لا طبعا. انت بالنسبه لك اللي اكبر الكلام ده كله هو كده. اديك مثال، احنا بالنسبه لنا من ساعه الحوار الوطني احنا عملنا عشرات الورش. صحيح.
واكثر من 12 صالون وزاعه وجبت خبر. اضطريت بقى تشتغل سياسه صح. ما انت مطالب تقدم اوراق حقيقيه، ما انت تطلع تقول ايه طبعاً. فلازم الناس متخصصين، لازم تستقطب في العضويه في الاحزاب الناس الكوادر المؤهله. مقصدي الحاله بتاعه الحوار لما اتعملت كده خلت فيه تنميه سياسيه. برضه انا شايف لو بدا نقول ان احنا داخلين على محليات وان في استحقاقات وان المفروض الاحزاب تشتغل والقوى السياسيه، انت مش شرط ان انت احزاب، ممكن يكون في مستقلين، ممكن ناس تعمل يعني قوائم خاصه بيها في المحليات، ولكن من تلك اللحظه انت هتفرز بقى فرز صحيح للي عايز يمارس السياسه ويطلع السلم بشكل جيد. ودي فرصه كويسه جدا لتكوين نخب سياسيه. هو من ال 55 ألف دول هتتشكل السياسه المصريه طبعا، هيتشكل التبادل ما بين في الانتخابات، هتعرف تطلع كل حزب الناس شافت في الواقع جربت انه بعد شويه دول هيخشوا البرلمان او هيبقى فيهم نخب قادره على انها تمارس العمل البرلماني. صحيح، وهي هيبقوا رجال دوله حقيقيين انت من خلال التواجد في وظائف في الدوله نفسها هتفرز. انت هتشوف الكوف اللي نزل الواقع واللي اتحرك واللي قدم واللي فاهم واللي محتك بالجماهير واللي عارف يصيغ ورقه واللي عارف يقدم مقترح واللي عارف يحط سياسه واللي عارف يشتبك وعارف يتواصل. يعني انت بالنسبه لك في ناس كتيره جدا متخيله ان التواصل مثلا مع المحافظات صعب او مع المحافظ صعب ومش عارف يوصل يقول ايه او يكلم فين، وفين الجهه القانونيه وفين الجهه التنفيذيه. فتنظيم العمل السياسي انا في وجهه نظري وسيقطع الطمع بشكل نهائي عن اي اختراقات مستقبله لاي حد يريد شرا بالدوله المصريه. انا عايز اكمل لان انا مثلا كنت لسه عايز نقعد نتكلم شويه على المحاور المتعلقه بالحمايه الاجتماعيه وما الى ذلك، بس بما انه بدانا او ان شاء الله يعني يوم الاربعاء تبدا الجلسات بتاعه الحوار الوطني، ده معناه ان احنا عندنا اسابيع قول حتى شهور نقدر نتقابل، وده شيء يشرفنا ويسعدنا ان احنا نشوف حضرتك تاني وتالت وعاشر يا دكتور هشام. شكرا ليك، اشكرك يا فندم منورتنا ومؤخرينك. اشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر لدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه في حديث وإن كان قصيرا إلا أنه كان مركزا ومفيدا جدا حول جلسات الحوار الوطني إن شاء الله يوم الأربع الجاي. ثواني يكون موجود معنا كريم رمزي. مش كريم بقى داخل على برنامجه ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ده كريم هيص. الحمد لله على السلامة كيمو، وبرنامجه رقم 10، ومبروك للأهلي النهاردة فاز في الماتش. هو أنا كنت وأنا داخل في الفاصل وأظن هيبقى في تحليل شديد القوة والبأس من كريم وضيوفه بعد ثواني من دلوقتي. أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.